السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك اخوي؟ طيب حياك. لو سمحت ناد عادل. بس انا عادل. الله يعطيك العافيه. عادل عادل رفيق. اقول لك انا عادل، شو بابله انت حبيبي؟ لو سمحت الله يعطيك. سبله انت حبيبي، مو بوقت ضحك. انا الشاعر غفله. لو سمحت الله يعطيك العافيه، انا عارفك تعرفني ناد لي عادل. لو سمحت جيب اليوم على خير. اقول لك انا عادل حبيبي. انا عادل، شفت انا عادل. بس مغير ستايل اليوم. مغير ستايل، اطلع لك ستايل جديد. لا تصدق ما عرفته. دقيقة شو متأكد انت عادل؟ عادل رفيجنا. انا عادل شاعر الغفلة. نعم والله. ثانية هو ما عرفتك على هالفخار. شاعر الغفلة كشخ. والله كفو. والله نعم لك شخ اكثر من كذا. لا واحسن من كذا. لا بس اخاف من العين. تخاف؟ اول شعري لهنا. تخاف من العين؟ اول شعري لهنا. لا ضعارية. لا وين شعرك؟ لا ظهاريه. لا الخبر لرجولك شعرك. سبب كذا ما اكشخ. سبب شو راسي فهمت عنك شخ؟ ما فهمت انا. اقول لك اخاف من العين. جات عين. ايه حد شعاريه، شفت شلون؟ ايه ولا اول وقفت عنك شخ. ولا اول وين شعرك لوين؟ لا ظهاريه. ايه المهم يا مريضي، انا عازمين اربعه. ايه على فطور. ايه فضلتك انت عليهم. زين فضلتني انا على الاربعه اللي عازمينك الفطور. لا 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 يبا، اذا عازمينك يبا اربعه. اليوم افطر عند واحد، وبكره افطر عند واحد، واللي بعده عند واحد، وانا ان شاء الله لاحق على يوم الاحد ولا يوم الاثنين. بس تعذرت منهم. قلت هل بديتك؟ لا ليش تتعذر منهم؟ ليه بديتك انت؟ ما تعرف تجامله انت. ليش تتعذر منهم؟ تعذرت منهم بديتك انت. ومن قايل لك تبديني انا؟ جماعه عازمينك يبا لب عزيمتهم. حياك الله ابو عبد العزيز. حياك ابوي، حياك. يلا في امان الله. يعني بتعمل تجامل هن؟ ها؟ حياك حياك ابو عبد العزيز. حياك حياك حياك. ما تستحي تحكي مزاجي انت. لا تخليه يدار الشحنه. اشتح طفه بالغلط. بعد مره لازم تحكي مزاجي. اصبر خليها يبرد. ما عنده يبرد. يلا خلنا نروح على ما يبرد. وجهك سكر الباب. اصبر. بعد خلاص بارد. شوفها بارد خلاص. بارد اي بارد. امشي ما تعرف تتجمع ولا شيء. ايه اصلا ما انعزفت ولا شيء. بس ابي اشوف شاني عندك كبير ولا لا. ايه ابى اشوف تقدرني ولا لا. ايه اقدرك انا، بس ما احب انا الخرب. لا انا ما انعزمت ولا شيء. ما انعزم. بس اكبر من شاني شوي. بكبر من شاني شوي. ايه عرفت. تسوي لك قيمه يعني. ولا اجل ما اسوي لك قيمه. لازم له وزن. ايه له ثقل وتخفيف. صح الاكبر منك بيوم اكبر اعلم منك بسنه. صح وانا اعلم فيك دائما تعلم. ان شاء الله شوي ما علي. وحصي وزنك وزن الذهب. صح ثقيل. صح والله. تصدق استفيد انا من الدروس اللي تعطيني اياها الدوله. لازم تتعلم الدنيا دروس. صح. عرفت. كمل بس سلامتك. كمل خلنا استفيد من دروسك. بس هذا كل يوم شوي كل يوم تعطيني شوي. يعني نصيحه اليوم شنو هي؟ نصيحه اليوم الثقل. شلون يعني؟ خلك ثقيل. الكلب وين الكلب؟ مجوز. انا اللي ابيك تصير ثقيل، مو بس تسمع اسم الكلب تنحاش. الكلب. ريض انا خاف من الكلاب. ايش فيك؟ قول بما ان ستايلك جديد ومغير الستايل وما شاء الله متغير اليوم على الدوله. شوف ما شاء الله. ودي بقصيدة جديدة. حاضر لك يا مريضي. ودي انك تغير ستايل القصايد، يعني سمعني شيء جديد غير رجال ولا كل الرجاجيل دي نساء. لا ما بقول. كن وغارا في حكمة وتحية وكراما. كن رجلا في ذوق محترما لطيف لك في طاع ضائعا حليما راكدا متعلما تسمع الكلام.
عرفت؟ لا تكن كثير الهرجي. هرجي. فأن كثير الهرجي يكثر الخطعي. أحسنت. نعم. ذي حكمة ذي. نعم. ذي حكمة. جايبها أنت. ذي جايبها من كثر كلامه. كثر خطأه. نعم نعم. بس جبته بطريقة ثانية من وراء التفايلات. بالقصيد كفو والله. وكن. إيه وذي الحركة جديدة ترى أول مرة أشوفها هي حركة اليدين. اعتمدها حركة اليدين إيه اعتمدها. وكن لائقا. إيه. في هرجك الذي يليق. نعم. واستمع بهرج مفيد. مفيده نعم. لا تستمع لهرج لا يليق. أحسنت. نعم. أحسنت. ولا تكن ضجداجا يعني راعي كثير الكلامي اي كثير البربارة والقرقرة كثير ضجداج ضجاج الضجيج كثير الضجيج اي فانهم يفرون من حولك. احسنت الله عليك جد يا مانا. قصيدة اليوم فيها حكمة وفيها كلام موزون طيب وفيها فائدة طيب. بس نصيحتي انا لا تجيب القصيدة ذي ام احد نهائيا. يا الخسيس ما تستحل وجهك استفد مني بقرصة شعر كبير وانا وتعمك استفد مني. ما تستحل وجهك يا الخسيسة سفيها انت. شر انا بعيد ولا شر مشيت البيت شر اللي تجيب القصيدة واجب القصيدة وانا بكفو. انت خسيس يا الخسيس وبكفو صدرك ابو عبد العزيز ولا اجيب لك قصيدة ولا طابعك ولا اقول لك شيء. يبغى تستفيد مني ابوك اقول قصيدة؟ لا 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 يا اختي ربطت اعصابي بكره اصير شعر كبير تستفيد مني ما في امل. لا شلون؟ تبارك الله اصوات العصافير يا جماعة الخير حكاية ثانية. سمع الصوت عد ولا؟ اي صوت حلو صوت جميل. نغم خضرة والحين نشقب الماي والوجه الحسن اكتمل الجمال ما شاء الله تبارك الله. والله يا جماعة الخير الفجريات والصبحيات اول الصباح قبل لا يحمل جو. صباح الخير يا خال شلونك طيب؟ نبي نضبط لنا جلسة تحت الشجرة دي. تعال عدولة تعال بعد امري تعال شل ذلك الكرسي شل من ذيك الجهة نضبط الجلسة تحت الشجرة ذي ونشق المكيف الصحراوي الحين وأحلى جو. نعم أيوة شلون نقعد احنا الحين بتدقر هي بتدقر الشجرة وده داخل أيوة رشرش ماي شوي على الشجرة نلطف الجو. ايش فيك عادل؟ ايش في عادل؟ خايف من الماي؟ الماي ما يخوف. كرسي ايش راح ما علي من كان هذا نرش منه انا. يلا الحمد لله انه ماي. ابرد عليك عدوله. والله يا جماعة الخير نعمة والله قاعدة المزارع. شوف حطينا كراسينا تحت الشجرة ذي بنسوي جو جميل مع بخة الماي ونشق المكيف ذاك الحين. سلام خلنا برش ماي فوق هنا. ايوه خلي سلام. بس يا حسين تحمس الخال هذا الحين ميت يوقف تحمس الحين يا عدولة شي وقفة. والله يا جماعة الخير جو والله جو. أول ما جينا ما كان الجو كذا رشينا الماي وشقلنا المكيف وصار الجو خيال. اي والله يا جماعة الخير نعمة كبيرة نعمة المزارع نعمة كبيرة تستاهل الحمد والشكر بالشكر تدوم النعم يا جماعة الخير. ننتظر الحين الفطور يجي واللي يقول شفيكم متخربطين بالتصوير ترى حالنا حالكم الجدول منعفس ناس نايمة وناس صاحي. هذا أنا الحين صاحي ما نام إلا الظهر
الشباب عكس يجلسون من النوم الظهر وكل واحد على خردنا على قولاتهم. بس بس عاد لا هلا اطلق فقرة. نعم اطلق فقرة فقرة لكن نعم نعم اوه شال ابداعات يعطيهم العافية. يعطيكم العافية. هذا انا صبيت الشاي عشان لا تقولون ما سويت شاي. يلا بعزوز هلا. هذا عندك الاجبون. ابو عزوز ما عجبه الحكي. ابو عزوز كان جبتوا له قوطي فول مع راسين بصل. لا ضحك ضحك بعد امر. يلا 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 والله الفطور اليوم غير شكل اليوم. سلام شال ابداعات شال حركات. كروسان داخلها بيض. طيبة طيبة. افطر افطر يا ابو عبد العزيز. اقعد افطر عشان العب انا. ايش فيك معصب؟ ايش فيك؟ لا تسكت كمان يزعل عليك ان شاء الله. يلا والله الجو تشجره. ايش رايكم بالموقع الفطور؟ معالي ريفي. ها يقول ريفي معالي. ريفي ريفي الصراحه. جرب دي يا عبد الله. ما ابي جربها. انا بنفسي واكلك يا حبيبي. انت ايش ده باسم بالاخير وياك؟ راح شيء بس ما بي. عليكم السلام ورحمة الله. حياك تفضل تفضل. قم 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 ضيق قم قم خليها قد محلك. قم حياك 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 افطر معانا. حياك 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 حياك. ما في احد والله. عدم ضارب عقلك انت. لا والله العظيم تفضل من ذا. قاعد اجرب انه لو جو واحد يعني على طول يعني اكون. لا عليكم السلام ورحمة الله. عليكم ايش في احد يصوح هي؟ ما في احد والله. افطر افطر افطر. حياك حياك. ولا ما عاد يلتفت ما عاد يلتفت. لا حول ولا قوة الا بالله. هنا ما يعدن المحل. جيب الشاي منه. الشاي منه. قل له قل له يجيب الشاي منه. وينه؟ خلنا نسولف. عرفت عدنا المكيف وشقلناه ورشينا الشجر. ايه حطينا الكراسي. عرفت يا ضياء؟ ايه رتبنا الجلسه. رتبنا الجلسه خلنا رومانسيه. صح نعم. حطت الاجواء ريفيه. ريفي. لا لا انتبه الكهرب الكهرب الكهرب. لا واليوم الصبح معطيني محاضرة يقول خلك ثقيل. انت بتبي اللي وراك اللي وراك. ان شاء الله ان شاء الله. تعال تعال بعد عمري. والله هلا بالزين. الشباب اليوم جايين وجايبين معاهم العدة كاملة. بيشربوننا المشروبات الطيبة. هذا الباشن فروت. جاهز الحين؟ جاهز؟ دقيقة. ما يحتاج ما يحتاج ما يحتاج. أحسن طريقة للشرب. في قلبك. هذا ايش هذا؟ هذا توت مع رمان. جرب جرب يا خال جرب. هذا الباشن هذا التوت مع الرمان. ابو عبد العزيز شابي. ابو عبد العزيز ايش علي؟ عين انت مو بزعلان قبل شوي رحت؟ ما اقدر ازعل. شوف
بس شوي 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 مو ماي اذا يشربونها شوي شوي عشان تطعم. ها قام يقرب الثلج ذا حالات مقاد اوافي اوافي عدوله اوافي 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 عطنا دادا الحامض انت فاتوش ذاك اليوم ايوه هذا زين حلو ذا فراوله حلو تقول يا غالي ما في فراوله وين الفراوله عدوله في الموضوع ما في فراوله علون علون ايش عليه توت يبا توت فوق فراوله توت تشربوا بس انت عدول ها ما طعمت عاد عاد اسمع لي والله مشكله ويد يا مرحبا هذا حامض ايوه هذا حامض هذا انا جوي الحامض يا جماعه الخير سيزون قلب لونه ما شاء الله كنا عينك فيه عدول اخذه لا 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 تعرف اللي يسرسح على القلب يدخل داخل القلب يسوي لك تبريد كامل هذا الله كلكم كلكم اللي تشوفونه عين ودي واحد واحد اجي واقول له سم تذوق اي والله